التكوين العظمي للبلفز بيشمل عظمتي الورك اللي هما هيب بونز، واللي ليهم اسم تاني اللي هو النومونيت بونز، والمنطقة العجزية اللي هي الساكرم، والمنطقة العصعصية اللي هي كوكسيكس. الهيب بون بتتكون من ثلاث عظام وهما الإليوم اللي هو العظم الحرقوفي، والبيوبس اللي هو عظم العانة، والإسكيم اللي هو عظم الإسك. خلي بالك ان في اخر الفيديو في اختبار بسيط وشامل على كل المعلومات اللي ذكرناها في فيديو البلفيك اناتومي، فركز كده كويس معايا، والفيديو كله على بعضه حوالي 10 دقايق. الإليوم وهو اكبر واعلى جزء من الهيب بون، بيتكون الإليوم من بادي وجناح كبير اسمه الا. السطح الامامي لجناح الإليوم بيكون مقعر وبيسمى إلياك فوسا. بيفصل بين الإلياك فوسا وجسم الإليوم خط على شكل قوس يقع على السطح الأمامي من الإليوم واسمه أركويت لاين، وبيكون جزء من البلفيك بريم. والحافة العليا من جناح الإليوم بتسمى إلياك كريست. الإلياك كريست بتنحدر لأسفل علشان تنتهي بالسوبيريور وإنفيريور إلياك سباينز على السطح الأمامي والخلفي، وبالتالي بيكون عندنا 4 إلياك سباين. الأنتيريور سوبيريور إلياك سباين والأنتيريور إنفيريور إلياك سباين والبوستيريور سوبيريور إلياك سباين والبوستيريور إنفيريور إلياك سباين. الجزء الثاني من الإليوم هو البادي أوف ذا إليوم، بيشكل الجزء العلوي من الأسيتابيلم واللي هي عبارة عن حفرة عميقة بتتمفصل مع هيدو فيمر علشان تكون مفصل الهيب جوينت. نيجي بعد كده للجزء الثاني المكون للهيب بون وهو عظم العانة، ويسمى بيوبس أو بيوبيك بون. البيوبس بتشكل الجزء السفلي والأمامي من الأسيتابيلم، وبتحتوي على بادي أوف ذا بيوبس وسوبيريور وإنفيريور بيوبيك رامي. لا لا لا، مش رامي صاحبي، رامي تاني واللي معناها فروع ومفردها ريمس. المهم أجسام البيوبيك بونز بيلتقوا مع بعض في المنتصف وبيكونوا بيوبيك سيمفيسز. السوبيريور بيوبيك ريمس بيكون بارز لأسفل وللداخل من الأسيتابيلم، ويقع على السطح العلوي من السوبيريور بيوبيك ريمس حافة اسمها بيكتينيال لاين، وده خط بيكون ممتد من الأركويت لاين أوف ذا إليوم، والاتنين مع بعض بيكونوا البلفيك بريم اللي هو حرف الحوض. يقع أيضا على السطح العلوي من السوبيريور بيوبيك ريمس البيوبيك توبيركل، وده المكان اللي بيتصل بيه ليجامنت اسمه انجونال ليجامنت. الانفيريور بيوبيك ريمس بيكون بارز لاسفل ناحيه الخارج من البادي اوف ذا بيوبيك، وبيتصل مع الانفيريور اسكال ريمس في منطقه غير محدده، لذلك بيطلق عليهم الاثنين مع بعض اللي هو الانفيريور اسكال ريمس والانفيريور بيوبيك ريمس اسم اسكو بيوبيك ريمس. الجزء الثالث والأخير المكون للهيب بون هو الإسكيم، عظم الإسك. الإسكيم هو الجزء السفلي من الهيب بون، وزي البيوبس الإسكيم بيتكون من تو رامي وبادي. البادي أوف ذا إسكيم بيشكل الجزء السفلي والخلفي من الأسيتابيلم، والسوبيريور إسكيال ريمس بتمتد من جسم الإسكيم إلى منطقة رافند وإنلارجد اسمها اسكال توبرستي. الانفيريور اسكال ريمس بيمتد للامام وللداخل من الاسكال توبرستي لحد ما يتصل بالانفيريور بيوبيك ريمس.
الاسكيال سباين هو بروز بيمتد من السوبيريور اسكيال ريمس ويقع ما بين تو برومينينت نوتشز على السطح الخلفي من الهيب بول، وهما الجريتر سياتيك نوتش والليزر سياتيك نوتش. الجريتر سياتيك نوتش بيمتد من البوستيريور انفيريور الياك سباين لحد الاسكيال سباين، والليزر سياتيك نوتش بيمتد من الاسكيال سباين لحد الاسكيال توبرستي. في النهاية بنلاحظ ان في فوريمن كبيرة اسمها اوبتيريوتر فوريمن بتتكون نتيجة اتحاد السوبيريور والانفيريور بيوبيك رامي مع الاسكيام، والاوبتيريوتر فوريمن بتكون محاطة بالاوبتيريوتر ماسلز. نيجي بعد كده للساكرم اللي هي المنطقة العجزية، وهي عبارة عن عظمة مثلثة الشكل بتتكون نتيجة التحام خمس أقسام أو فقرات عجزية. الفقرة أو القسم العجزي الأول بيحتوي على نتوء بارز من السطح الأمامي اسمه sacral promontory، وده لاند مارك مهم جدا لأنه بيفصل ما بين الأبدومينال كافيتي والبلفيك كافيتي. الترانسفيرس بروسيسس الخمس فقرات عجزية بتتحد مع بعضها وتكون كتلة عظمية اسمها lateral mass على كل جانب، واللي بتتمفصل مع الهيب بونز ويكونوا مفصل اسمه sacroiliac joint. اللاترال ماس على كل جانب بتحتوي على ثقوب اسمها sacral foramina بتسمح بمرور sacral nervus. وآخر فقرة عجزية بتتمفصل مع coccyx والتي تحتوي على من 3 ل 5 فقرات عظمية ملتحمة.